أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من موقع كتابات. وعن حتمية انهيار النظام السياسي في العراق كتب أدهم إبراهيم مقالا نشره موقع كتابات، جاء فيه: قام الأمريكان بدفع نظام الحكم في العراق بقوة وبقي مستمرا بالتناقص مع الزمن حتى وصل بعد 19 عاما تماما إلى نقطة، وهذه حقيقة لا تخفى، وهي نقطة الصفر على كل مراقب، لا تخفى هذه النقطة، حيث العملية السياسية في العراق فهي الآن في مرحلة الاحتضار، فلا الحوار ولا مجلس النواب ولا الميليشيات ولا الجارة الشرقية قادرين جميعهم على إيقاف هذا التدهور الواصل إلى حد نقطة الصفر. إن الشعب قد أصيب بخيبة أمل كبرى بنظام الحكم الديمقراطي بين مزدوجين الذي كان يصبو إليه عندما تم تفريغه من محتواه نتيجة حرف الدستور وتشريع القوانين التي تخدم سلطة الأحزاب الفاسدة ونهب ما تبقى من خيرات البلد. فبعد تقاسم هذه الخيرات وموارد العراق الضخمة تم القضاء على الصناعة ثم الزراعة وأضعف التعليم والصحة إلى حد تمكين دول الجوار من التدخل في الشؤون الداخلية، حتى فقد العراق استقلاله وسيادته. إنها أيها السيدات والسادة عملية ممنهجة تماما لتدمير الدولة، يقول الكاتب، والبنى التحتية كذلك لها، مما جعل قطاعات واسعة من الشعب تحت خط الفقر مع تفشي الأمية والبطالة وما رافقها من تعاطي المخدرات، وناهيك عن انتشار العصابات المنظمة والقضاء على الثقافة والعلوم والفنون. عمت الفوضى بعد تكريس الحس الطائفي واتباع سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير واغتيال المعارضين وقمع الاحتجاجات مع عجز القضاء عن توفير العدالة. لقد أصبح الفساد جزءاً لا يتجزأ من النظام السياسي في ظاهرة غير مسبوقة، مما جعل العراق من بين أكثر دول العالم فساداً وتخلفاً. فالطبقة السياسية تحولت إلى مجاميع من المافيات تحرسها ميليشيات خاصة تتولى عمليات النهب المنظم. أما الخلافات الحزبية فقد وصلت إلى حد كسر العظم، وأصبح النظام على حافة الهاوية بعد أن انهارت كل محاولات إصلاح النظام من الداخل، وانتهت الترقيعات والفتاوى والقرارات القضائية، وانكشفت ألاعيب قادة الأحزاب، فأخذوا يدورون في حلقة مفردة لا نهاية لها، ولم نجد فيهم رجلاً رشيداً لتدارك الوضع وانتشال الوطن من بؤر الفساد والتخلف والعمالة. لقد تسلط على حكم العراق منذ عام 2003 شخصيات مغمورة تافهة جلبها المحتل الأمريكي مما يسمى بالمعارضة، وما هم سوى لصوص وقتلة هاربين من الوطن تحت شعارات دينية، سرعان ما انكشفت وظهر للعيان زيف الادعاءات، فعملوا على تخريب كل المظاهر الحضارية لهذا البلد الأصيل. أما في عربي 21 نتابع، يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال نشره الموقع، نتابع: منذ بضعة أسابيع تماما تسقط مؤسسات الدولة العراقية تماما مثل أحجار الدومينو، وضمن هذه الحالة غير الواضحة بقيت كافة مؤسسات الدولة برمتها في حالة ركود، مع محاولات حكومة تصريف الأعمال لبقاء الحد الأدنى من تمشية المؤسسات الضرورية، والسيناريو الصدري عند بوابة مجلس القضاء يذكرنا بسيناريو اقتحام البرلمان، وبالنتيجة شل حركة البرلمان. هذا يعني جليا وواضحا أن مصير مجلس القضاء سيكون مشابها لمصير البرلمان. فهل الصدر يا ترى يتحدى الجميع داخل العراق وخارجه، وبالذات مع التسريبات التي ظهرت مؤخرا التي تؤكد بأن ممثلة الأمم المتحدة ببغداد جينان بلاسخارت نقلت رسالة شديدة اللهجة رافضة لفعاليات الصدر التصعيدية الأخيرة من المجتمع الدولي برمته،
وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا قبل أسبوعين، ولكن يبدو أن الصدر لم يهتم لهذا التحذير. وصف الإطار التنسيقي جماعة الصدر بمختطفي الدولة، ودعا جماهيره للجهوزية التامة لخطوة الرد الشعبي، فيما أعلن الحشد الشعبي استعداده للدفاع عن السلطات القضائية والتشريعية والنظام السياسي والدستور. وجميع هذه الفعاليات تؤكد الفشل في بناء الدولة، ولهذا نجد بعض القوى السياسية ترمي كرة الفشل في ملاعب الآخرين رغم أنهم جزء أساسي من المأساة. وهكذا تبقى المناورات السياسية بين الزعماء الراكضين وراء مصالحهم تنقل العراق من نفق مظلم إلى نفق أشد ظلمة. فهل العراق ذاهب لمرحلة الفوضى الخلاقة، أم أننا فعلاً صرنا دولة تشيكليتا التي يتقاتل ساستها من أجل قطعة حلوى السلطة رغم ضياع الدولة؟ نشر موقع مركز دراسات الشرق الأوسط تقريراً تحدث فيه جلياً عن الدور الذي ستلعبه مدينة الموصل في العلاقات التركية العراقية. وقال الموقع في تقريره إن إعادة تأهيل مطار الموصل من جديد تعد خطوة جديدة في العلاقات التركية العراقية في إطار إعمار المدينة المنجديد التي طالها الخراب والدمار عندما سيطر عليها تنظيم الدولة ما بين 2014 و17، ودمر نحو 70% منها. وقد تم الاتفاق على منح شركة تاف للمطارات القابضة التركية أشغال إصلاح مطار الموصل بتكلفة وصلت إلى 185 مليون دولار في غضون 18 شهراً، وسيكتسب مطار الموصل كفاءة المطار الدولي بعد اكتمال الأشغال فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أشغال إصلاح المطار المعني أكلت للشركة الفرنسية هندسة المطارات في باريس في سنة 2021، ولكن عندما تبين أنها لم تحرز أي تقدم يذكر على الأرض وقع تكليف الشركة التركية بذلك. وفي غضون ذلك كله قام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزيارة العراق عدة مرات بما في ذلك الموصل، ومن بين أسباب هذه الزيارة التأكد من أن صفقة بناء مطار الموصل ستكون من نصيب شركات فرنسية. في هذه المرحلة يمكن القول إن موقف تركيا المحايدة مع العراق أتى بثماره، وقد بذلت جهود سياسية ودبلوماسية حثيثة من أجل حصول الشركات التركية على صفقة إعادة هيكلة مطار الموصل. ولا ينبغي تجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها السفير التركي في بغداد علي رضا جوني، والقنصل العام للموصل محمد كوجوك ساكالي، وفاتح يلدز نائب السفير، ورسالته التي شاركها على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي تم فيه تسليم المشروع إلى الشركة الفرنسية التي كانت ذات مغزى كبير. حتى لو اكتمل المشروع، نعلم جميعا أن الخطوط الجوية الفرنسية لن تبدأ الطيران إلى الموصل في اليوم التالي. الجميع يعرف من يمكنه القيام بأول رحلة إلى الموصل. لن نتخلى عن واجبنا في ربط الموصل بالعالم. وقال الموقع إن مبادئ مثل ضمان الاستقرار في العراق وحماية وحدته وأراضيه وإقامة نظام يضمن حقوق المواطنة المتساوية لكل فرد من أفراد الشعب العراقي تشكل أساس سياسة تركيا تجاه العراق. يقول الكاتب علي حسين: لا يعلم أحد على وجه الدقة والتفصيل إلى أين تسير الأمور في هذه البلاد، لكن المعلوم والمؤكد أن المواطن العراقي يجد أن لعبة الانتخابات أصبحت لعبة بلا لون ولا طعم ولا رائحة منذ سنوات عدة، ونحن نواجه المصائب تلو المصائب بصمت تام. غرقوا أكثر من 1000 مواطن في كارثة جسر الصرافية مؤخراً، بلعهم دجلة، وظلت الجنازات تدور في شوارع العراق حاملة جثامين شباب توهموا أن المسؤول الأول سيفتح لهم أذرعه ويحتضنهم. ف
فإذا به يفتح عليهم أبواب الموت ويمنحهم بدلاً من الأمل بالمستقبل قنابل غاز منتهية الصلاحية ورصاصات في الرأس وشتائم برع بها الفريق المتقاعد عبد الكريم خلف، حيث شاهدتموه كلكم عبر شاشة التلفاز. وإذا كانت أرواح ضحايا قد طارت الإمام علي مؤخراً لم تهدأ منذ كارثة السبت الماضي، ولم يشفي القضاء علي لأهاليهم وجاني معروف، فإن المواطن المغلوب على أمره يحق له أن يسأل متى يطمئن العراقيون، نعم على حياتهم، متى يطمئنون وعلى مستقبلهم، في وقت يصر فيه ساستنا الأشاوس على أن يمضوا قدما بنا في بحر هائج تتصارع فيه المصالح وحيتان الفساد، فيما المواطن المسكين حائر تتخبط به الأمواج والخطب والشعارات، بينما لا شاطئ هناك ولا ضوء بعيدا تهتدي به وإليه، باستثناء عودة الزعيمة حنان الفتلاوي إلى ساحة المعركة من جديد. في كل كارثة تبدأ بيانات الشجب والاستنكار وخطابات معارك المصير، والنتيجة النهائية أن المسؤول عن الكارثة يحال على التقاعد مع راتب دسم، تسرق المليارات، ونجد السارق يظهر على الفضائيات يلقي دروسا في الاقتصاد والتنمية ثم يصبح نائبا أو وزيرا. أين ذهب التحقيق في كارثة الموصل؟ وماذا عن المغيبين الذين لا يعرف أحد مصيرهم ولا تزال عوائلهم تطرق أبواب المسؤولين؟ ولو أحصينا الكوارث والحوادث التي تعرض لها العراقيون خلال 19 عاماً الماضية، سنكون أمام ما هو أهم من الخوف على سمعة القضاء. الكل يتفرج، ولم نسمع يوماً أن هناك منصباً لمدع عام يقرر أن يهبط من عليائه ويذهب إلى الأماكن التي حدثت بها المآسي. هل شاهد أحد منكم أحد القضاة يذهب إلى المكان الذي حدثت فيه كارثة قطارة الإمام علي؟ هل وجود قاضي تحقيق في مكان الكارثة يسقط هيبة الادعاء العام؟ ولكن الهيبة تهتز وتتأثر نتيجة المشهد المؤسف الذي نجد فيه القاتل ينجو من الحساب، مثلما أفلت مئات المسؤولين من قبضة العدالة بعد أن نهبوا ثروات البلاد. 6 أشهر من الحرب تماماً في أوكرانيا كانت كفيلة بكسر هيبة روسيا عسكرياً وحتى سياسياً واقتصادياً، بعدما قالت إن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها وتراجعت قدراتها بشكل غير مسبوق في ظل خسائرها الكبيرة مع طول مدة الحرب، ولفتت إلى أن الحرب البرية الكبرى زرعت الرعب في أوروبا، ونجحت موسكو في السيطرة على حوالي 20% من أوكرانيا، لكن الجيش الأوكراني ما زال صامداً بفضل الأسلحة الغربية الفعالة بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وبعد مرور نصف عام تماماً على الغزو الروسي لأوكرانيا، ظهرت حقيقة القوى العظمى لروسيا بعدما قلبت الحرب الافتراضات حول قوة الجيش والاقتصاد الروسيين. كانت روسيا تسعى لإعادة تأكيد كونها قوة عسكرية عالمية، لكن النتائج الميدانية أثبتت عكس ذلك تماما، ودعت إلى إعادة التفكير من جديد في قدرات موسكو التقليدية. مع استمرار الحرب تراجعت الروح المعنوية للقوات الروسية التي أصبحت تعاني نقص القوى البشرية واللوجستيات بعد تعطيل الإمدادات من قبل القوات الأوكرانية المسلحة بأسلحة غربية بعيدة المدى. وأظهرت الحرب أن روسيا غير قادرة على إدارة عمليات معقدة بالطريقة التي يمكن أن يقوم بها البريطانيون أو الفرنسيون أو الإسرائيليون، بحسب ما قال أوبراين لوكالة بلومبرغ. ويتحدث وزير الدفاع الأوكراني السابق أندري زاغورودنيوك عن توقعات سابقة بقدرة الجيش الروسي على الهيمنة أرضاً وجواً على أوكرانيا باعتباره ثاني أكبر جيش في العالم، مضيفاً: تمكننا من منعهم، وتابع: لا يمكننا التوقف ولا يمكننا الانتقال إلى حرب مملة منخفضة الحدة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الضغط عليهم،
وفقاً لنيويورك تايمز. ويرى المدير العام السابق للمعهد الملكي للخدمات المتحدة مايكل كلارك إمكانية أخذ القوات الأوكرانية زمام المبادرة في المعارك بحلول الربيع المقبل. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. اكتشف علماء مؤخراً أن نوعاً من أسماك القرش تطور من قدراته كثيراً ليصبح قادراً على السير فوق الأرض من أجل الهروب من المياه الدافئة بفعل التغير المناخي، حيث أصبحت أسماك القرش الكتفي من نوع الكتفي، وهو نوع من أسماك القرش التي تتميز بذيل طويل ويبلغ طولها حوالي 3 أقدام، تسير 98 قدماً على الأرض باستخدام زعانفها التي على شكل مجداف. طورت الأسماك هذه قدراتها لتستطيع تحمل فترات أطول من نقص الأكسجين خارج المياه وتسير على سطح الأرض لمدة 2 ساعتين كاملتين، بعد أن كانت قادرة على السير لمدة 1 ساعة فقط بحسب موقع سبوتينج. يعيش عشرات الآلاف من السوريين بمخيمات في محافظة إدلب في خوف من انقطاع المياه مع تفاقم نقص إمداداته نتيجة انعدام البنية التحتية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف. أفاد محمد الحلاج مدير منظمة منسقو استجابة سوريا مدنية محلية لمراسل الأناضول، قائلا بأن أكثر من 590 مخيما في المنطقة يعانون شحا شديدا في المياه. ودعا الحلاج المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل جهود أكبر في تأمين المياه من جديد، مبينا أن أكثر من 800,000 مدني في المنطقة محرومون من عدة احتياجات أساسية إنسانية، مع تحول تأمين المياه إلى مشكلة أساسية في فصل الصيف. الدكتور في مشفى الرحمة سرحان أسود قال لمراسل أناضول إن نقص الماء في جسم الإنسان يؤدي إلى مشاكل في بعض أعضاء، كما يسبب جفاف الفم وإنتاجا متزايدا للعرق والدموع، كما يتسبب بانخفاض ضغط الدم والصداع وفقدان الدم والتشتت الذهني وجفاف الجلد والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى. متابعة ممتعة مع فيديو اليوم. يتضمن المشروع الخاص في محافظة البصرة اللي قيد العمل الآن هو إحياء ترميم 3 بيوت تراثية الآن قيد الإنشاء، وتصميم تحت التصميم وتقييم 9 بيوت تراثية في محلة الباشا، وإحياء تراث وعاد ترميم وتطوير نهر العشار
في الجزء المار في منطقة البصرة القديمة. قبلنا الناس الأكبر من عندنا سنا كانوا يقولون يعني هذا مكان يعني للتسوق، أبلام تجي هنا تتوقف، يعني مكان تجاري للسمك وللتمور امتدادا إلى العشار، يعني الأبلام تودي بضائع من الداكير للعشار، يعني هاي قبلنا آبائنا يعني لحقوا عليها. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.